بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين يا سيدنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورضوان ولا عدوان إلا على من اختار لنفسه العدوان وباشره بدون ملامح، عنده هو ميت لم تستطع فصل ما شئت، كما قال سيدنا وقائدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويبقى وجه، وجه من؟ وجه فرعون في جهنم. ويأتي الموت من كل مكان، ما هو بميت ومن ورائه عذاب ونار. تلفع وجوههم النار، تمزق بيوتهم ما يشربونه من حمام، والعياذ بالله. نسأل الله أن لا يسلط علينا غضبه، وهو الرحمن الرحيم، ونجأر إليه بالليل والنهار حتى نكون من المرحومين في الدنيا والآخرة، والسلام.